مساء الخير عليكم كلكم. النهارده يا جماعه كلكم طبعا جايين تحتفلوا بفرح ابراهيم ومها. انا اخو العريس ادهم، المفروض معظمكم عارفيني. يعني جيت النهارده عشان احكي لكم ازاي ابراهيم ومها قدروا يوصلوا للحظه اللي احنا جايين نحضرها النهارده كلنا. طبعا هم تعبوا جدا وشافوا حاجات محدش يعني يقدر يعرفها. انا جاي احكي لكم حاجه صغيره جدا عن اللي حصل. هحكي لكم عن عصابه مستر هيرمان اللي بيحب مها من اكتر من 10 سنين بيدور عليها وبيجي وراها مش لاقيها. مستر تعال نشوف مع بعض. طبعا انتوا كلكم عرفتوا على فرح ابراهيم ومها، لكن ده ممكن يحصل. مستر هيرمان دوت انجري اوعدك ان احنا هنجيب لك دماغه وهندي له هوبا سهل في الارض. انا ابن خالته شانكو عرب الله. واللي هنشوفه دلوقتي ده شانكوك، بطل عنده قوة خارقة، ابن خالة ابراهيم، بس من زمان وهو بيدرسن عليه. When the sun is gone down and you're ترى يلا نمشي. ده الدكتور بنكرياس، ده زميل مها في الكليه من زمان، بقى له اكتر من 5 سنين. هو للاسف فاشل في التعليم من حبه لمها، وهنشوف هيعمل ايه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتورة نفسك فين؟ مين يا حبيبي؟ دكتورة مها. عايز الدكتورة مها. انا عايز اشوف مخصوص يا استاذ. دكتورة مها. دكتورة مها. عايز اشوف. لا يا استاذ ابعد عني. مين؟ ده جوزها، ده راجل شران، ابعد عني. مش مهم. دكتورة مها. دكتورة مها. نيان درس الفسيولوجي. بس انا في ايه يا استاذ؟ ابعد عنها يا استاذ. مش عارف شراني حضرتك. مش عارف يا راجل. بقول لك جوزها راجل شراني. ليه؟ هيكتب. انا دكتور، الموت ما بيخوفنيش. اتكل على الله، اتكل على الله، اتكل على الله. جوزها راجل شراني. ادي الخمسه قبل كده. اتكل على الله. صدق في بدري خش من اي حته. الو ايه يا مامي؟ يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي، عملت الواجب والله. حاضر يا مامي. حاضر حاضر حاضر. ماشي يا مامي. باي 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 باي. طبعا في غنى عن كلام عن البطل المصري المشهور ممدوح فرج، اللي هتشوفه ازاي هيحاول يرجع ابراهيم لايام الفورمه والجيم بتاع زمان. عملت ايه بنجرياس؟ كنت مش فاهم. يعني انا ممكن اعد عليك 1 2 3 واهريك. فين ابراهيم الشريعي؟ انا ما اعرفش حاجه. فين ابراهيم؟ ما اعرفش حاجه. بقول لك ايه؟ تقول تنجري ورد عليا. فين ابراهيم؟ انا ما اعرفش حاجه. عوض من هنا.
ابراهيم انا معرفش تاني واحد فيهم، بس انت مكانك مش هنا، انت مكانك معايا في الجيم عشان نرجع للاناقة واللياقة والحاجات بتاعت زمان. نسيت العيال يا ابراهيم؟ نسيت اللي فات؟ انت عارف تليفوني، كلمني على 0900-7483 ونرجع مع بعض تاني ونبقى زي اللياقة والاناقة ونبقى زي الابطال دول. ولو انا ما جيتلكش المرة اللي جاية في واحد تاني هيجيلك. وده باتريك الستريبر اللي البوليس الاداب قعدوا عليه اكتر من 10 سنين وللاسف ما لحقش يطلع حتى الامر لابراهيم فيها. اخيرا بعد السنين دي كلها باتريك هربان من الاداب. انا اللي هقبض عليك دلوقتي. اقف مكانك يا باتريك. سنين بوليس الاداب بتجري وراك، انا الوحيد اللي في الاخر مسكتك. وطبعا زي ما كنا شفنا ولا مستر هيرمان ولا عصابته قدروا يوقفوا بقى، لان كل الناس بتعرفش ان ابراهيم شجاع وما يعرفوش قوته ابراهيم شجاع. ربنا يستر على اي حد يحاول. Lord, I need this little bitty woman.